هكذا مشاهدينا عشاق الأصالة يتجدد بحضراتكم اللقاء في شوط الختام، ختام أشواطي صباحي هذا اليوم. دار التنافس ودار التحدي ما بين المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الصباح الجميل وفي هذا الانطلاق الرائع على أرضية هذا الميدان. كان الشوط الأول من صالح الشاهينية سعيد بن حميد برويس الكتبي اللي افتتحت أشواطنا في صباح هذا اليوم وبهذا الاندفاع. انطلق شوط الزمول، الزمول الأصايل لأبناء القبائل حمل كذلك ختامي مسكة هذا الصباح وهذا الانطلاق. نسير مباشرة نبحر في عمق الميدان مع هذا المسار، وهذا هو اللي مسيطر برق لأحمد بن راشد المحرمي الكتبي الذي ينطلق على المركز الأول، بينما المركز الثاني ثاني المراكز حرير، ياتي حرير سعيد بن سهيل بن دليوي على المركز الثاني. نشوف المركز الثالث، ثالث المراكز في هذه اللحظات يتقدم على المركز الثالث وياتينا ويندفع، هذا هو اللي هو شاهين لراشد بن صابر بن سعيد الكتبي، راشد بن صابر بن سعيد الكتبي المركز الرابع، رابع المراكز هذا هو ظبيان لراشد بن مطر بن محمد بن ضبيعة في المركز الرابع. المركز الخامس تقدم المركز الخامس ووصل راهي لحمد بن راشد بن نايع الغفلي. هذه النتيجة، هذه نتيجتنا للخمس المراكز الأولى في مسار الزمول الأصايل في تحدياتها وانطلاقتها، لنختم بها أشواط صباحي هذا اليوم ونسدل الستار على أشواطنا المنطلقة للكبار مع سن الثنايا وسن الحول والزمول اللي انطلقت بهذا الصباح في ميدان الإهباب، في ميدان الإهباب الجميل بشرف نادي دبي لسباقات الهجن وبتنظيم وانطلاقة سلسلة جميلة من اللجنة الحاضرة في الميدان، يستحقون كلمة شكر وتقدير على هذه الجهود المبذولة وعلى هذا التنظيم الرائع. أعود هناك مع المركز الأول، برق اللي يسيطر على مقدمة الشوط، برق أحمد بن راشد المحرمي الكتبي الذي ينطلق بالمركز الأول ويسيطر، الذي يسيطر على المقدمة. يا سلام، برق أحمد بن راشد المحرمي بن كتب الذي ينطلق، الذي يندفع بهذه اللحظات وبهذا الاندفاع الجميل. يا سلام يا سلام، المركز الثاني ثاني المراكز حرير، سعيد بن سهيل بن دليوي يندفع على ثاني المراكز وعينه على المقدمة، عينه على 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 المركز الأول اللي هو برق. المركز الثاني المركز الثالث شاهين لراشد بن صابر بن سعيد الكتبي على المركز الثالث. المركز الرابع وصل في رابع المراكز، هذا راهي لحمد بن راشد بن نايع الغفلي على المركز الرابع. المركز الخامس قادم اللي هو ظبيان لراشد بن مطر بن محمد بن ضبيعة، هذه والأسماء قادمة خلف الخمس، خلف الخمسة أشوف الأسماء قادمة وأشوف الشعارات، ولكن نعود إلى المراكز الأولى المتقدم. الثنين ما شاء الله في صراع وتنافس مع شعار بن دليوي وشعار المحرمي الذي ينطلق بالمركز الأول، هذا هو اللي مسيطر مشاهدينا الأعزاء، يقود برق مسار هذا الشوط. أحمد بن راشد المحرمي الكتبي الذي ينطلق بالمركز الأول بالاندفاع الأول في هذا المسار وهذا التنافس والتحدي. المركز الثاني حرير، حرير ياتي في المركز الثاني، سعيد بن سهيل بن دليوي
ياتي على المركز الثاني بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق الشيق. يا سلام، الاثنين في صراع وفي تحدي وفي تنافس من البداية، وهم يتنافسون على نيلي ناموسي هذا الشوط، ويقربون من لوحة الإعلان، من لوحة الإعلان الألف ومئتين اللي نعلن فيها 1200 ما تبقى من وصول هذا الشوط وعمري هذا الشوط إلى خط النهاية. المركز الثالث يتواجد فيه مسبار الذي وصل، مسبار الذي وصل في هذه اللحظات، نابت بن سلطان بن علي بن رشيد اللي يقدم مسبار في هذا الاندفاع ويصل في هذه اللحظات. أيضا غدوم من راهي حمد بن راشد بن نايع بشاوي الغفلي. يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن عودة مع المراكز الأولى، عودة مع المراكز الأولى، ولا زال اللي مسيطر ما طاع يسلم برك، ما طاع يسلم برق ما شاء الله بأداه الجميل وبانطلاقاته الرائعة. يا سلام يا سلام، هذا برق، هذا برق أحمد بن راشد المحرمي الكتبي الذي ينطلق بالمركز الأول بالانطلاق الأول على مسار هذا الشوط. ما شاء الله ما شاء الله، لا تحركه لا تحركه، دخيلك ما يستاهل، أن قدم عرض ممتاز وقدم انطلاقة رائعة. يا سلام، أشكرك 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 يا أبو شاب، راح أصدر الأوامر، والله ما طاح ما طاع أوامر المذيع، قال بحركه وبشوف عند زود وعند ذخر. يا سلام يا سلام، أشكرك على هذا الانطلاق الأربعمية متر الأخيرة. برق أحمد بن راشد المحرمي الكتبي الذي ينطلق بمقدمة هذا الشوط، بانطلاق هذا الشوط، ويختم أشواطنا بالمسك والناموس والفوز والانتصار. تهانينا والناموس، تهانينا القلبية لأحمد بن راشد المحرمي الكتبي الذي ينتزع ناموس هذا الشوط وياتينا ببرق، وهو مثل البرق من البداية، يستاهل الفوز والناموس ويختم أشواط صباح هذا اليوم، معلن النصر ومعلن الناموس والفوز اللحظات الأخيرة واستراحة المحارب ووصوله إلى خط النهاية. تهانينا. المركز الثاني وصل فيه راهي لحمد بن راشد بن نايع الغفلي، والمركز الثالث رقم ثلاثة اللي هو مسبار لنابت بن سلطان بن رشيد، وبقية المراكز عند اللجنة. التوقيت الزمني سبع دقائق وست ثواني التوقيت الزمني لهذا الشوط. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق، تهانينا لجميع تهانينا لكل الفائزين بالمراكز الأولى. ناتي إلى ختام سباق صباح هذا اليوم، عسى أن نوفقنا بالإذاعة والتعليق ولرضا جميع المشاركين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دائما، تقبلوا تحياتي سعيد العويسي.